كنت جالس في غرفة الاستراحة وجدت بجريدة الرياض إعلان الجامعة السعودية الإلكترونية، واحد نص الصفحة أو شيء زي كذا. بس بعد كذا أخذت الجريدة، أخذت الموقع وقعدت أتابع الموقع مع النت وأتابع التسجيل متى يفتح وشروط التسجيل. كان عندي بعض الإشكالية في شرط شروط التسجيل، كنت بالنسبة للمقيمين هل يتاح لهم التسجيل أم لا يتاح. أرسلت الجامعة ووصلني رد، أول رد إن عندك شروط في الموقع تقدر تطلع عليها. ثاني بحاجة أرسلت أن الشرط هذا مش واضح عندي، هل كان الشروط بالنسبة للسعوديين، أم سعودية من مواطن الخليج، هل أنا حاليا مصري، هل يتاح لي التسجيل من أبوين مصريين. بعد كده جاني الرد نعم يتاح لك التسجيل ولكم نسبة 5% أو حاجة وكده. بصراحة فرحت جدا وقدمت الورق بتاعي. كان بس المشكلة في شهادة الثانوية العامة، كان محتاج فترة عشان تتوثق وتطلع. فأول الحمد لله أول تسجيل مبدئي ما كانش طلب الشهادة، كان بس تحط المجموع وتحط الدرجات. في الفترة بعد كده لما وصلني التسجيل لقبول التسجيل إن أنا أعمل سبميشن، كان الورق الحمد لله كله جاهز والحمد لله تم القبول. ده فضل من ربنا، لأني كنت قبل كده ببحث عن التخصص ده في جامعة الملك سعود كماجستير، بس كانت الشروط بتاعتهم صعبة شوية، وكانت حتى المنح الدراسية يبقى ليها وقت معين في السنة، وحتى الوقت اللي فتحوه ما كانش فيه تخصص معلومات الصحية، ما نزلش في المنح بالنسبة للطلاب المقيمين. قبل التسجيل توقعت إنها تعليم إلكتروني، أدخل من عصات الجامعة أو على موقع ويبقى فيه تعليم عن طريق فيرتشوال كلاس أو حاجة كده. كتسجيل مقررات، أول حاجة كان في بعض المقررات لا تقبل تسجيل، بس هو المعظم قبل يعني، بس في بعض تقريبا لعدم ربط التخصص بالشعبة أو حاجة كده كان في بعض المشاكل في التسجيل، بس كنت بتراسل للمسؤولين وكان بيصح متأخر شوية، بس في الآخر كان بتتحل والأمور بتتحل في النهاية وتفضل تواصل وكده. كان في مشاكل بعد التسجيل بقى اللي هو الحضور الجامعة. كان أول سنة كان الحضور من الساعة 3، وأنا كنت بنهي دوامي عادة 3:30، فساعات كنت باجي شوي على الشغل بتاعي بستأذن منه، ساعات كنت بستأذن المدرس اللي هو يجي الساعة 3. كان الحمد لله بعد السنوات اللي بعد كده كان الحضور من الساعة 4، فما كانش عندي المشكلة دي الحمد لله. بس بصراحة الجامعة السعودية أحد العوامل اللي خليتني متميز في شغلي حاليا بعض المقررات اللي درستها في الجامعة السعودية الإلكترونية. حتى بعض الزملاء بيصاروا انت جبت المعلومة دي، ان هو معظم الزملاء ما يعرفوش اللي انا مسجل في الجامعة السعودية الإلكترونية. بحب انا الامور تكمل وبعد كده ان شاء الله تبقى فيها خير، فبيصاروا من فين جبت المعلومة دي، من فين ده، انا اقول ده بعدين هقول لكم. فبصراحة المناهج هنا جميلة، واهم ميزه فيها ان هي كونكتد بالمناهج اللي بره اللي هي الامريكيه، وحتى بعض المدرسين في بعض التخصصات مثل الميديكال كودينج والبايو ستاتستيك كانوا من فلوريدا في امريكا، حتى نفس المدرسين في جامعه فرانكلين هم اللي كانوا يدرسون. فدي بتدي الشهاده دي قيمه قويه جدا وبتديها مصداقيه حتى في سوق العمل بعد كده. اول حاجه اوصي انت داخل الجامعه مش عشان تاخد شهاده فقط يعني، اول حاجه انك داخل الجامعه عشان تتعلم صح، ده اللي تحطها في دماغك، انك ازاي تطلع متعلم صح، ازاي تعرف معلومه صح. او انت داخل عشان تاخد شهاده وتذاكر مذكره اخر السنه وتعدي، دي هتلاقي معظم او هتلاقي فيها كتير من الجامعات بتسوي كده، بس الجامعه السعوديه الالكترونيه غير. حاول انك، لانك انت جاي هنا الجامعه برغبتك لتعليم انت طالبه يعني، حتى بعد سنوات ممكن بعد سنوات من الثانويه انت طالب تتعلم مش عشان الشهاده. بيكون هدفك انك داخل الجامعه او داخل التخصص انت عايزه علشان تستفيد وتفيد من كفاءتك في عملك بعد كده. دي وصيتي ليهم يعني، واتمنى للجامعه بصراحه التوفيق. بصراحه جامعه بدايه بتاعتها كانت قويه وان شاء الله تستمر في كده. في طبعا حاجه مهمه بصراحه تعلمناها خصوصا في السنه الاخيره اللي هي ازاي تنقل الداتا وتحافظ في نفس الوقت على الحقوق الملكيه والفكريه اللي انت نقلت منهم المعلومه. دي كانت مميزة بصراحة بيها، خصوصا في آخر سنة اللي احنا سنة التخرج دي كان من تركيز كل الستاف عليها، ودي برضو معلومة انت كنت بتعتقد الأول انك تاخد المعلومة كوبي تحطها بيست زي ما هي، وانت مدام كتبت اسم الريفرنس يبقى ده خلاص، لا انت تاخد المعلومة وتستفيد منها وتشوف ايه اللي تطلع معلومة وتكتبه بأسلوبك وبرضو تكتب الريفرنس.
دي بصراحة فائدة مهمة من الجامعة السعودية الأردنية، وطبعا بتفيدني في الأبحاث. من الحاجات اللي استفدت منها من الجامعة السعودية الأردنية كعملي كطبيب، المكتبة الإلكترونية بصراحة يعني هي فتحت ريسورس، هي ما استفدتهاش استفدت بيها كعمل كطبيب أكتر منها استفدتها أنا كريسورس، لأنها دخلتني على مواقع كتير عالمية، خلتني أنزل رسائل. وأتمنى للجامعة السعودية التوفيق ودايما الازدهار بإذن الله.